مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، حلقه جديده من برنامج السادسه، وطبعا الف مبروك لكل مصري على انجاز منتخب اليد. طبعا كلنا فخورين، كل مصري بيشعر بفخر كبير بعد الفوز امبارح او التاهل لدور ربع النهائي في مونديال اليد بعد التعادل طبعا مع منتخب سلوفينيا. مباراه كانت كبيره وكانت يمكن صعبه على المنتخب المصري، ولكن الرجاله اللي شفناهم في ارض الملعب كان كل العزيمه والاصرار والروح العاليه، روح المصريين هي اللي كانت العنوان في مباراه امبارح. الحقيقه كلنا كنا شايفين قد ايه الرجاله دول كانوا بيعافروا لاخر لحظه، وكانوا قد المسؤوليه فعلا، وعارفين ان كل المصريين في ظهرهم وبيشجعوهم، وكل المصريين مستنيين الفوز ده او التعادل ده اللي بيكفي لضمان التاهل للدور ربع النهائي. ايوه، المنتخب المصري ضمن افضل 8 في العالم ومع الكبار في مونديال اليد اللي جاي صعب، لانه منتخب الدنمارك هو حامل اللقب. ويمكن من امبارح كلنا بنتكلم على قد ايه المباراه اللي جايه صعبه، وكل المصريين جابوا تاريخ حارس مرمى منتخب الدنمارك، واللي يقول لك ده زي بوفو، واللي يقول ده لو شاط عليه كره تنس هيصدها. بس اللي احنا شايفينه انه في الاخر عندنا مباراه 7 لعيبه قدام 7 لعيبه، والروح اللي شفناها في مباراه امبارح تخلينا تقول ان المنتخب ده قادر ان هو يعدي اي منتخب حتى لو كان حامل اللقب. مساء الخير على حضرتك.